دي دينا أختي وده نبيل ابنها. النهاردة أول مرة نبيل ينزل صلاة العيد. صحينا الفجر ونزلنا مشينا في الشارع في الضلمة مع بقية الناس. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أيها الأحباب، نحن في يوم عيد وفرح وسرور، ولكن المصائب تتوالى. نريد من الأمة الإسلامية أن تستيقظ لتقف وقفة واحدة وتهب هبة رجل واحد، وأن تقف الأمة الإسلامية بالمرصاد للأعداء الذين يتربصون بها ويريدون أن يمسحوا الإسلام من على وجه الأرض. هذه الإمبراطورية العظيمة التي تجمع مليار وثلثمائة مليون الآن نحتاج إلى أن توقف، كما وقف أسلافنا يدفعون عن دينهم ويدفعون عن أعراضهم ويدفعون عن أموالهم. ألا هل بلغت الله فضلك؟ وكما رأيتم كل يوم بسمع كلام زي ده من ناس من كل دين ومن كل ملة، بس عادة الكلام ده بيدخل من ودن وبيطلع من الودن التاني. لكن لما شفت نبيل وهو بيسمع الشيخ وهو بيختزل العالم إلى مسلمين وأعداء المسلمين، كلامه دخل وما طلعش، غرس. مشيت قلبي انقبض. افتكرت إن أنا لما كنت قد نبيل جدتي كانت بتحكي لي حواديت الأغراب اللي اتقابلوا وبعدين حبوا بعض وبعدين بقوا جدودي وأمي وأبويا. لو الحواديت دي ما اتحكتش هتفطس في القبور. فأخدت الكاميرا وابتديت استقبل فيلم. اني واحده الاول الاثنين وديها لها هي اخترت. ماشي. وهو بيتكلم باسم مصر. صح، يعني كويس اللي عندنا الصورة دي. بس أنا لما قابلت كان شكله كده، كان ظريف جدا. يعني أنت اتجوزته إمتى؟ سألك واتجوزته فين؟ مهمة يعني. لا طبعا إحنا لما تعرفنا ببعض، وأنا كنت قلت لأمي لأبويا إن أنا تعرفت بشاب لطيف وكويس واخلاقه كويسه، يعني هو هيجي يطلبني منكم. هو ازاي يتكلم يعني معاه؟ هو مش هو كان بيتكلمه ايطالي واسباني وحاجات كده؟ امي كانت بتتكلم ترجاني. ابويا كان بيعرف عربي كويس. ماشي. فاعرف من كده ان هو قال لمامتك لامك. امي كانت بتسمع يعني، وأظن إن أنا كانت قاعدة جنبي كده يعني، فأنا كنت بترجم لها. فظهرت مشكلة. إيه المشكلة بقى؟ اتجوزوا، يعني عاوزين نتجوز كويس.
هو مسلم. انت مسيحية. انا في الوقت ده كنت مسيحية. قلتي لي مرة. طيب نعمل ازاي؟